مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. مهاجر مغربي قدم من الديار الإيطالية ليقوم بعملية دفن أخيه الذي توفي هناك، لكن هذا المهاجر نسي جميع الوثائق الخاصة بالدفن في سيارة أجرة وكذلك مبلغ مالي يقدر بخمسة مليون سنتيم. إذا بينا وضعت ثقة في سائقي الأجرة اللي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يسمع من هذا النداء ديالي، لانه بغيت غير الوريقه الاخ ديالي والوريقه الدولي اللي خاصني انا باش نخرج من اوراق الاقامه ديالك، باسبور، باسبور، فلوس، اوراق الدفن، اوراق الدفن، يعني كل شيء، كل ما كيتعلق بالملكيه ديالي. وانا باغي ندفن خويا في هذه الوقيت هذه، وهم طالبين الاوراق اثبات الهويه ديالو، يعني بلا اوراق الهويه ديال الاخ ديالي ما نقدرش نخرجو حتى من المطار. اكيد، لان ما عندكش حتى شي حاجه تثبت ان هذيك الجثه راه ديال خوك. سي محمد، فين كنتي داير هاد الوثائق وهاد الفلوس؟ يعني اختي دايرهم في ساك صغيره، ومني ركبت الطاكسي، الطاكسي حطيته في الجنب ديالي حداك، حداي، حدا رجلي. صافي، وقفتي حدا الدار؟ وقفت حدا الدار، جبت المسائل ديالي. الله، كنتي راكب بطبيعه الحال؟ لا، كنت راكب حدا السائق. حدا السائق؟ حدا السائق. يعني الشكاكي حدا السائق؟ حدا السائق. ومني قال لي الفلوس اللي خاصني نخلص خلصت، وتسالمت معاه عادي، يعني ما صحابوش انا هو غادي يقوم بهذا العمل، ولا مشيت عادي.